زينب، زينب، نعم يا أخي. لا أخاف على أحد مثل ما أخاف عليك. من الناس قد فقد فقدك وثكل ثكلك؟ جدك أولا، ثم أمك، ثم أبوك، وأنت ذات أتين أخاك. فتتك نفسي يا أخي، فتتك نفسي. لا يا زينب، أوصيك أن تتعزي بعزاء الله. أهل الأرض يموتون، أهل السماء لا يبقون، كل شيء هالك إلا وجه الله. جدي خير مني، وأمي خير مني، وأبي خير مني، ولنا ولهم في رسول الله أسوة حسنة. حسين، أوصيك بالمسلمين خيرا يا أخي، أوصيك بإخوتك وأبناء اليتامى. لا تقلق علي يا بني، إنما هذه الدنيا دار عبور، والملتقى إن شاء الله في جنة عرضها السماوات والأرض. لا تقلق علي. يا أهل المدينة، مات الحسن بن علي، مات صبت رسول الله. يا أهل المدينة، مات الحسن بن علي، مات صبت رسول الله. يا عباد الله، أيها المؤمنون، أيها المهاجرون والأنصار، يا أصحاب رسول الله، لقد مات صبت رسول الله، مات سيد المسلمين. اللهم أجرنا في مصيبتنا، اللهم اخلفنا خيرا منها يا الله، اللهم اخلفنا خيرا منها يا الله، يا الله. لقد مات الحسن بن علي، مات الحسن بن علي، اللهم أجرنا في مصيبتنا يا الله، اللهم اخلفنا خيرا منها يا الله، اللهم اخلفنا خيرا منها يا الله، يا الله، يا الله. رحم الله أبا محمد، إن القلب لا يخشع وإن العين لا تدمع وإن على فراقه لمحزونون. أشهد أنه كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، سيد المسلمين، حمل هم الإسلام على كاهله، فلما شمل المسلمين بعد تفرق ووأد الفتنة ولقي وجه ربه راضيا مرضيا. صدق رسول الله
صدق رسول الله. إن كان ثمة من أقدم على قتله فهم من آذاهم اجتماع كلمة المسلمين بعد تفرق وحقن دمائهم بعد حروب مؤلمة. قد صار في دار غير دارنا، والحمد لله على كل شيء. قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. رحمه الله. السلام عليكم يا أخي. وعليك السلام ورحمة الله. قلت لنفسي سأجد الحسين في المكان الذي يحبه. أمن مكان يحبه قلبي إلا ويذكرني بالحسن. أن تلفت فيها أجد وجه أخي. هنا جلسنا وهنا صلينا وهنا دافعنا عن أمير المؤمنين عثمان، وهنا مشينا مع جدنا وأبينا، وهنا وهنا يا محمد، وجه الحسن لا يغيب عني أبدا. ولا عنا جميعا والله. الحمد لله على كل حال. مصاب المسلمين كبير بفقده، ولكن علينا أن نتصبر، فأبناء الحسن بحاجة لمن يقف معهم في مثل هذه المحنة. صدقت يا أخي، فهم ما زالوا صغارا، ومحنة كهذه قد تكسر قلوبهم. علينا أن نكون سندهم في قابل الأيام. قد فعلنا كل ما بوسعنا، وليس بمقدورنا فعل ما هو أكثر من ذلك. هذا كلام المتخاذلين. لقد فعلنا كل ما نقدر عليه، فقد آن الأوان أن نعود إلى ديارنا وأولادنا. فقد مللت هذا الأمر. اسمع، اسمع، الخيار ليس خيارك. لقد مللت هذا الأمر لأنني أحس أن سنوات عمري بدأت تضيع سدى. عمرك كله يجب أن يكون فداء لما نؤمن به يا قارض. جعدة بكية ولا تسأمي، بعد بكاء المعول الثاكل على ابن بنت الطاهر المصطفى وابن ابن عم مصطفى الفاضل، كان إذا شبت له ناره يرفعها بالسيد القاتل، كيما يراها بائس مرمل أو فرد قوم ليس بالآهل، أعني الذي أسلمنا هلكه للزمن المستخرج الماحل. ابكوا يا أيها الناس، مات سيدكم، ما تصبت رسول الله. يا أهل الكوفة ابكوا يا أيها الناس، مات سيدكم. أي رزق رزي به المسلمون بفقد الحسن. لا والله لن نصاب بعده بمثله. الجواد بن الجواد. والله لفقده خسارة للمسلمين ما بعدها خسارة، وأرجو أن يقينا الله شر الفتن من بعده. فقد كان أبو محمد والله سدا في وجه الفتن. رحمه الله وأسكنه المسيح جميعا.
والله ما سمعت النجاشية يقول شعرا يأسر الألباب كما قاله اليوم، وكأني به يتحدث بلسان أهل الكوفة جميعا. أجل والله، كان الحسن سيد المسلمين وكان فقده عظيما علينا. إلى متى نظل نوالي الرجال على أسمائهم لا على أفعالهم؟ استغفر ربك يا ابن ذي الجوشن، والله إن فقد الحسن لا يعز على غير المسلم، وأنت لم يمنعك إسلامك من قول هذا الكلام في حفيد رسول الله وابن علي بن أبي طالب وابن فاطمة الزهراء رحمهما الله. على رسلك أيها الرجل، على رسلك، من يسمعك يظن أنك من بني هاشم. كذبت أيها الشمر، كذبت ولم تتقي ربك. والله لم نحب الحسن لأنه من بني هاشم، وإنما أحببناه لأنه جدير بذلك. ولكن لعنة الله على الظالمين، يجدر بنا ألا نقف معك، إذ يوشك الله على أن يعاقبنا على ما نسمعه منك من كلام. شمر، إن بقيت سادرا في غيك فستودي بنفسك إلى النار. ستعلم غدا أينا أولى بها صليا. أحسن الله عزاءك في الحسن يا ابن عباس رحمه الله. إن فقده خسارة للمسلمين قبل أن يكون خسارة لنا، فقد كان والله، ولا أزكيه على الله، نعم سيد القوم هو. إن لله وإن إليه راجعون. أحسن الله عزاءك يا أمير المؤمنين، كل شيء هالك إلا وجه الله. نحن نعزي أنفسنا بفقد أبي محمد قبل أن نعزي أهله، فما والله خسارتهم بأقل من خسارتنا، ولكن هذا قضاء الله ولا راد لقضائه. الحمد لله على كل شيء. لم أصدق الخبر حين سمعته، اتهمت حامليه حتى لم يدع اليقين لي مجالا إلى الشك. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. كل مصيبة بعد فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم تهون يا أمير المؤمنين. قضى أجله ومضى سعيدا إلى دار الحق. رحمة الله عليك يا أبا محمد، نسأله تعالى أن يحسن ختامنا وأن يقيمنا على صراطه المستقيم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا. أحسن الله عزاءك في أخيك الحسن بن علي يا أبا عبد الله. أما بعد، فإن الله قد جعل فيك أعظم الخلق ممن مضى، ونحن أنصارك المصابون بمصيبتك، المحزونون بحزنك، والمسرورون بسرورك، المنتظرون لأمرك. فقد سقط ما بينك وبين معاوية بن أبي سفيان بوفاة الحسن رحمه الله، وانقضى العهد. فإن رأيت أن تخرج إلى الكوفة حتى نبايعك أميرا للمؤمنين، وقد أرسلنا لك كتب أهل الكوفة ممن يبايعونك على هذا الأمر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اجلس يا أبا القاسم. ما هذا يا أبا عبد الله؟ هذه رسائل أهل الكوفة يعزونني بالحسن رحمه الله. رحمة الله عليه، ويطلبون إلي القدوم إلى الكوفة ليبايعونني خليفة بدل أمير المؤمنين معاوية. ثكلتهم أمهاتهم، ألم يكفوا عن دسائسهم أبدا؟ ألم يكفهم ما حدث من فتن بين المسلمين؟ ألم يرضهم اجتماع كلمة المسلمين؟ إنهم يريدون أن ينكلوا بنا ويسفكوا دماءنا. قد قتلوا أبي من قبل وطعنوا أخي، وها هم يريدون أن يثيروا الفتن بين المسلمين باسمي. والله، والله لو كان لنا طمع بالخلافة ما تنازل عنها أخي الحسن، وقد كانت معه جماجم العرب وفرسانها. ولو أردناها
ما سلمناها طواعية إلى أمير المؤمنين معاوية. قد من الله على المسلمين بالجماعة، ولن أنقض حبلا عقده الحسن رحمه الله، وأرجو أن يكون رأيه في الصلح رشدا وسدادا. قد بايعت معاوية ابن أبي سفيان خليفة للمسلمين على كتاب الله وسنة رسوله، وليس الحسين بن علي من يخون العهد، إن الله لا يحب الخائنين. احذرهم على نفسك يا حسين، أخاف أن يكيد لك كيدا عند أمير المؤمنين ليثير فتنة ذهب ضحيتها خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من فضالة بن عبيد الليثي أمير الجند إلى معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين. أما بعد، فقد من الله علينا بالنصر على كل قوات الروم المتقدمة وقطع جيشه المرابطة على حدودنا، ووصل الأسطول الإسلامي إلى خلق دونيا وهي ضاحية من ضواحي القسطنطينية على البر، وحاصرها توطئة لاقتحامها في محاولة لاختراق المدينة من تلك الناحية. لكن انتشر مرض الجدري وفتك بكثير من جند المسلمين. أرجو أن تنجدون بالإمدادات لعل الله أن ينصرنا. والسلام. منذ كم ونحن ننتظر هذا اليوم؟ يجب أن لا ننكسر الآن. إنها القسطنطينية يا أبا أيوب، حصن الروم الحصين، وسقوطها سقوط دولة الروم. الأمر ليس سهلا، ولكنه سيكون بإذن الله. أمير المؤمنين على حق، إن سقطت القسطنطينية في أيدينا فإن هذا سيشل الدولة الرومية بأكملها. أصبت القول يا ابن أخي، لأن استطعنا بعون الله إسقاط عاصمة الروم فسيكون ذلك نذيراً بإسقاط الدولة، ونستريح من خصم عنيد وعدو رئيسي. فما الذي تراه يا أمير المؤمنين؟ أرى أن نرسل إلى جميع الأمصار كي يأتينا المدد لندعم جيشنا على جبهة القسطنطينية. هو ذاك يا أمير المؤمنين. سأخرج مع الجيش إن أذنت لي. لا أستطيع أن أرد لك طلباً يا أبا أيوب، ولكنني أيضاً لا أستطيع التفريط بصحبتك، فأنت من خيرة الصحابة. جزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين، وإني أرجو من الله أن يمن علي بالشهادة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه أول وسلم. جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور له. صدق أبو أيوب، كلنا سنخرج في هذا الجيش إن أذن لي أمير المؤمنين. سرت بالجيش، لعل الله يمن علينا بالنصر، فلا أفوت على نفسي أجرا كهذا. ستكونون مظفرين بإذن الله يا يزيد، ما دامت قلوبكم لله لا ترجو إلا رضاه. أيها الضحاك، قل لي يا أمير المؤمنين. أريدكم أن تكونوا على أتم الجاهزية لاستقبال المتطوعين. السمع والطاعة. يزيد، أريدك أن تشرف على تنظيم الجند حتى يكتمل الجيش وتخرج به إلى القسطنطينية. أمرك يا أمير المؤمنين. على بركة الله. We'll be right back.
عباد الله، أيها المؤمنون، يقول تعالى في كتابه الكريم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لقد حصر إخوة لكم القسطنطينية، لكن الشتاء والأمراض قد حالت دونها، وقد أرسل إليكم أمير المؤمنين يطلب عونكم بعد الله. فمن أراد الأجر فليسر إلى الشام ليلتحق بإخوته المسلمين إلى بلاد الروم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خرج إلينا الكثير من أهل الشام، وبدأ رجال الأمصار بالتوافد علينا. سننتظر حتى يكتمل عدد المتطوعين ثم نرى إن كانت ثمة نقص. ماذا ترى يا أبا أيوب؟ أرى والحمد لله جيشا سيعز الله به دينه ويرهب به القوم الكافرين إن شاء الله. ما دام في الجيش أمثالك يا أبا أيوب فهو منتصر بعون الله. لا أدري من أي طينة جبل هؤلاء، لا أعرف كيف السبيل إلى تأديبهم وإقامة العدل فيهم. أخشى لا سبيل إلى ذلك يا مخنف، يختلفون مع معاوية ويتحاربون معه وتراق الدماء فيما بينهم، ثم ها هو الحسين يخرج ناصرا لمعاوية في حربه على الروم. فاسمع ما سأقول. قل يا صاحبي قل، فكل آذان صاغية. سنذهب من غدنا إلى المدائن ومنها إلى الكوفة لنرى أمر إخوتنا هناك. سأذهب معك يا مخنف. هل تريد شيئا؟ أنا ذاهب لقضاء بعض المشاغل كي يتسنى لي الذهاب معك إلى المدائن. حسنا اذهب، ولكن لا تتأخر في الرجوع إلي. لا نتأخر. كم تمنيت يا أبا هريرة لو أنني ذهبت معهم إلى الشام ومنها إلى القسطنطينية، فليس أحب إلي من اجتماع المسلمين لمحاربة الروم. صدقت يا أبا عبد الملك، فما اجتماع المسلمين من شتى الأمصار لمحاربة الروم إلا دليل عافية عادت لجسد الإسلام. كم تمنيت يا مروان لو كنت في عافيتي، لكنت خرجت مع الحسين وابن الزبير وبقية رجال المسلمين محاربا لإعلاء كلمة الإسلام، ولكني كما ترى لم أعد قادرا على السفر ولا على حمل السلاح. أنت معهم يا صاحب رسول الله، فما زلت تحدث نفسك بالجهاد على الرغم من عدم كمال العافية التي تمكنك من حمل السلاح وأنت في هذه السن. إني لأشتم رائحة تلك الغزوات التي كنت أغزوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زلت أحن إلى تلك الأيام. بأمثالك وصل الإسلام إلى ما وصل إليه يا أبا هريرة. الآن تهدأ نفسي وأنا أرى أبناء خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين إلى القسطنطينية. ليس غريبا على أبنائي عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعمر بن العاص أن يهبوا لنصرة دين الله، فقد نهض هذا الدين على أكتاف آبائهم من قبل. وأين نحن منكم يا أبا أيوب؟ وأنتم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ممن لهم الفوز العظيم. أرجو أن نكون لكم خير خلف يا عم. بارك الله بكم جميعا، أنتم والله خيرة الخلف. بارك الله بك يا أبا أيوب. أبو أيوب أصر على الخروج معكم إلى القسطنطينية. أي بشرى، أبو أيوب الأنصاري يخرج معنا؟ شرف لي أن أقاتل معك يا عمه، وأنت الذي فتحت دارك لاستقبال جدي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كنت له خير مضيف.
كان ذلك منة منها الله علي. أنا الذي تشرفت بنزول حبيبي محمد في داري. كلنا متشوقون للخروج إلى القسطنطينية، فمتى نخرج يا أمير المؤمنين؟ لقد اكتملت عدة جيشنا، فإن رأى أمير المؤمنين خرجنا فجر الغد، نسلك الطريق إلى حلب ومنها إلى القسطنطينية. على بركة الله. منذ أن عدتم من ثغور الروم والحال على ما هي عليه من كر وفر، وكأن أسوار القسطنطينية تأبى أن تتهدم تحت وقع ضربات جندنا. ما رأت عيناي مدينة بمثل تحصينها وأبراجها، لقد استشهد الكثير من فرساننا على أسوارها. فليرحمهم الله جميعا. فليرحمهم الله. وما زال الكثير من أهل المدينة يرابطون في حرب الروم، والأمل بفتحها نصب أعينهم. لقد بشر النبي بفتحها، وأرجو أن يكون ذلك في زماننا. نسأل الله ذلك. ألن تخرج معنا إلى الحج على رأس قافلة الحجيج يا أبا عبد الملك؟ سألحق بكم بعد أن تصل قافلة حجيج الشام، فيزيد سيسير على رأسهم هذا العام. بارك الله بك، قد جئنا لوداعك، فنحن سائرون إلى مكة بعد أيام، لكنكم تخرجون مبكرين للحج هذا العام. أبو هريرة والحسين وبعض الرجال منذ أيام يصرون علينا بالخروج إلى مكة. لقد اشتاقت نفوسهم لمجاورة الكعبة والمسجد الحرام. بارك الله بك يا ابن عباس، وبارك الله بكم جميعا من رفقة طيبة. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا على وهبة الاستعداد يا أمير المؤمنين. وهل تحققت يا ولدي فيما إذا كان هناك من ينقصكم؟ الطريق إلى مكة المكرمة طويلة. لا ينقصنا إلا دعاؤكم لنا، أما طول الطريق فهو أجدر بالأجر عند الله. من مثلك لا يخشى عليه يا يزيد. بارك الله فيك يا عم. سر إذن بمن معك من الحجاج يا ولدي على بركة الله، ولكن لا تنسى أن تسلم على ابن الزبير وابن عمر وابن جعفر والحسين. سأبلغهم سلامك وشوقك لرؤياهم. أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. أستودعك الله وأستودع دينك وأمانتك وخواتم أعمالك بحفظه ورعايته. أستودعكم الله بحفظ الله ورعايته. Thank you.
منذ فترة وأنت على هذه الحال يا أمير المؤمنين، ما الذي يشغل بالك؟ كنت أسترجع في ذهني حال المسلمين بعد وفاة الخليفتين عثمان وعلي رحمة الله عليهما، وما حدث من نزاع بين المسلمين. كان ذلك ابتلاء من الله لعباده، والحمد لله الذي جمع المسلمين على يدك بعد تفرقهم. على يد الحسن بن علي رحمة الله عليه. رحم الله أبا محمد. ولكن ما الذي جعلك تسترجع أحداثاً عفى عليها الزمن وقد أكرمنا الله بالجماعة بعد التفرق؟ العمر يمضي يا ابن قيس، لقد كبرنا والموت حق، ولا أدري بأي ساعة سيجيء. أخشى ما أخشاه الاختلاف والخلاف بين الأمة من بعدي. لقد مات الستة الذين رشحهم للخلافة عمر بن الخطاب رحمه الله. رحمه الله. مات علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. رحمهم الله جميعا. رحمة الله عليهم جميعا. ولكن في صحابة رسول الله ممن بقي من لا يقل عن هؤلاء النفر. هؤلاء النفر يا ابن قيس خير الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر وعمر، هم من بشرهم بالجنة. فإن كان الناس قد اختلفوا في عهد عثمان وعلي، أولا تظنهم سيختلفون على من هو أدنى منهم؟ وما الذي بيدك أن تفعله؟ لقد رأيت أن أتخير للناس يا ابن قيس من يقوم بالأمر من بعدي. رأيت أن أشاور عقلاء المسلمين في ذلك، فإن وافقوني اخترت لهم من تجتمع عليه كلمتهم، وإن كان ذلك كان ما نرجوه لهذه الأمة من الجماعة وعدم النزاع، وأبعدناهم عن فتنة أخرى يقتل فيها الأخ أخاه. الرأي ما تراه يا أمير المؤمنين ما دمت ستشاور عقلاء المسلمين في ذلك، وأرى أن الأمر لا يستدعي كل هذه الحيرة، فمن قبلك اختار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رحمه الله ستة رجال من خيرة الصحابة وجعل الشورى بينهم، وقد هداهم الله إلى الاجتماع على بيعة عثمان رحمه الله. وأين أجد الآن مثل الذين اختارهم عمر بن الخطاب رحمة الله عليه؟ لو بقي واحد منهم على قيد الحياة لما احترت بالأمر، ولكن أين لي برجل تجتمع عليه كلمة الأمة؟ أين؟ اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبعظمتك التي بلغت كل شيء يا رحمن يا رحيم يا الله، اغفر لي ذنوبي وتوفني وأنت راض عني يا الله. لا إله إلا أنت، إني كنت من الظالمين فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله.
أيها الحاجب. أمرك يا أمير المؤمنين. أرسل من فورك أحد رجالك كي يطلب من الضحاك بن قيس أن يأتيني على وجه السرعة. السمع والطاعة. أجل أيها الضحاك، الأمر أصعب مما تتصور. فليست المشكلة هل يوافق المسلمون على أن أعهد إلى رجل يتفقون عليه من بعدي، المشكلة من هو هذا الرجل. قد قلت لك يا أمير المؤمنين إن الأمير. يا ابن قيس قد سمعت رأيي باقتراحك. ولما تستبعده يا أمير المؤمنين؟ هل ترى الأمير يزيد الذي أنشأته على عينك وتربى في أحضان الخلافة غير جدير بذلك؟ ليست المشكلة هنا أيها الضحاك. يزيد بن معاوية كفء لهذا الأمر لولا أنه. لولا ماذا؟ تقصد لولا أنه ولدك؟ ليس ذلك فحسب، ولكن في الدولة من هو أجدر منه بذلك. أنا معك يا أمير المؤمنين، في الدولة رجال أجدر بذلك من الأمير يزيد بن معاوية. ولكن السؤال الأهم، هل تجتمع كلمة المسلمين عليهم؟ فإن لم تجتمع كلمة المسلمين عليهم، فما معنى أن تعهد بالخلافة إلى أحدهم؟ إن كنت ستفعل ذلك خوفاً من الفتنة، فالأجدر أن تختار من تجتمع الكلمة عليه، وأنت تعرف أن أهل الشام جميعاً يرون في الأمير يزيد نباهة ترشحه لهكذا منصب. قد يكون ما تقوله صحيحاً أيها الضحاك، أهل الشام فعلاً يرون في يزيد كفاءة لأنهم خبروه، ولكن ماذا عن بقية الأمصار؟ أرسل إلى ولاة الأمصار وانظر رأيهم، ثم اجمع نقباء القبائل وشاورهم في الأمر، فإن رأيتهم وافقوك الرأي فبها ونعمت، وإلا فانظر لها شخصاً آخر. وإن كنت أشك أن تجتمع كلمتهم على رجل،